وصلنا لفقرتنا الأخيرة مع وظيفنا الدائم أكيد اللي رح نحكي معه عن عالم الفن والتراث السوري، حيث أقيم مهرجان قوس قزح السادس تحت رعاية وزارة الثقافة لهذا العام. أيضا زينب، هالمهرجان سالي بيعكس التنوع الحضاري والفني والثقافي اللي عم تمتاز في سوريا. طبعا ليشكل هالمهرجان احتفالية لأنواع الرقص الشعبي الفلكلوري والسوري، ولحتى نعرف كيف كانت الأجواء بهذا المهرجان وتفاصيله شو الجديد. أيضا معنا الصحفي إدريس مراد مدير مهرجان قوس قزح. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك استاذ ادريس خير. واهلا وسهلا فيك. دائما احنا قلنا معك وقفات عن مهرجانات، ولكن دائما نحن في مهرجان هيك مميز عن الاخر بيكون له خاصيه. خلينا نحكي عن مهرجان قوس قزح، عن نجاحه، كيف اثبت نجاحه، وايضا الاستمراريه اللي حصلت. انتم دائما بالاخباريه السوريه لكم وقفات بنعتز فيها. اهلا وسهلا. يعني دائما انتم لجانبنا ودائما انتم عم تخطوا كل الفعاليات اللي عم نقوم فيها حقيقه. فاول شيء بشكركم وبشكر الاخباريه السوريه على هاي اللفته الجميله. بالنسبه للمهرجان، يعني مثل كالعاده المهرجان كان غني كثير. انا دائما بحكي انه هذا المهرجان هو من المهرجانات الضخمه والكبيره على مستوى العالم حقيقه، يعني من ناحيتين، من ناحيه العدد المشاركين، يعني بيتراوح عدد المشاركين ما يقارب 200 شخص بين راقصين ومغنيين وموسيقيين، ناهيك عن الإداريين والمدربين، يعني تفوق العدد حقيقة، يفوق العدد 200 شخص بهذا المهرجان. من الناحية الثانية المضمون اللي عم يعطيه هذا المهرجان هو مضمون غني جدا. هاي الثقافات السورية المتعددة والحضارات التي مرت على هذه الأرض، فكل هذا يتضمن بهذا المهرجان. فهذا المهرجان اعتقد ما في مثيله على في العالم ابدا، يعني مو موجود غير بسوريا. هاي الثقافات، هاي الحضارات مو موجوده غير بسوريا. ولذلك يعني بنشوف في طقوس قديمه، بنشوف في طقوس بدايات البشريه، بنشوف في يعني طقوس اجتماعيه تعود عمرها الى الاف السنين. فمن هون بيجي اهميه المهرجان قوس قزح سوريا، يعني من ناحيه العدد المشاركين وضخامه الكتله البشريه اللي عم تشارك بهذا المهرجان، ومن ناحيه المضمون الغني والثري اللي يعني بتجسد الحضاره والثقافه السوريه المتعدده. نعم، يمكن من هون اجى اسم قوس قزح، انه تماماً متعدد الثقافات والحضارات تماماً. وخاصه مثل ما قلت نحن سوريتنا غنيه بطبعا الثقافات، كل محافظه لها ثقافه وحضاره معينه مشهوره فيها تماماً. طبعا كله متداخل مع بعضه. بكل سنه في يعني عندك مشاركات من جميع المحافظات، هالسنه شو الجديد؟ شو نضاف شيء جديد؟ مين ما اجى، مين شارك؟ خلينا نحكي. يعني السنة بحقيقة كان في فرقتين جداد عم يشاركونا لأول مرة من وقت ما أسسنا المهرجان لليوم. أنتم بتعرفوا هاي الدورة السادسة، يعني على 6 سنوات على التوالي. السنة اللي مثل التراث الأرمني كان فرقة كارني للتراث الأرمني القادمة من حلب. هاي الفرقة لأول مرة بتشاركنا، طبعا هي فرقة كتير يعني بعد ما تعرفت عليهم وبعد ما حضرت لهم بروفات قبل ما اجيبهم على المهرجان، زرتهم على حلب مشان اشوف شو بدهم يقدموا. فشفت انه هاي الفرقه من 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 اجمل الفرق السوريه حقيقه، يعني من كل النواحي، من ناحيه التقنيات وكل شيء اللي عم يقدمه. هاي الفرقه جميل، يعني واكتشفت انه هي غير مختصه فقط بالرقصين ارمن وبيقدموا الارمني اكثر، بس بيقدموا كمان يعني شيء له علاقه بالرقصات العالميه والرقصات السوريه الثانيه. الفرقه الثانيه اللي اول مره بتشاركنا هي فرقه المهره للاستاذ ماهر حمامي. كمان هاي الفرقه بتقدم تراث بشكل جيد، تراث سوري العربي، يعني هذا البانوراما، المحافظات الفراتي والساحلي والمنطقه الجنوبيه والحوران، يعني بتقدم لوحات حقيقه كثير جميله من هاي البيئات السوريه. فهذول الفرقتين كانوا جداد. إضافة عملنا شغلات جديدة السنة بدار الأوبرا. نحن كان عندنا 4 أيام بمجمع دمر الثقافي، كل ثقافة
أعطيناها مجال تقدم على حداها. مثلا اليوم الأول افتتحها الفرقة الفنية الشركسية، قدمت لوحات. نحن بنعرف أن الرقصات الشركسية لها علاقة بهي العلاقة، علاقة يعني بالقوة والفروسية والشجاعة. فقدمت أشياء تتعلق بهاي الأشياء، بهذه الأشياء. يوم الثاني كان معنا حقيقة، كان في يعني حفلة بقسمين، قسم غنائي وقسم رقص. نحن بيئات العربية السورية من الصعوبة جدا أنه نغطيها بأمسية واحدة. صحيح. يعني كل محافظة مثل ما قلت حضرتك بدها أمسيات لتقدر تغطي التراث السوري. صحيح. العربي. فاستعينا في فرقة موسيقية يعني مؤسسة أنا والمايسترو نزي أسعد، الفرقة السورية الفرقة التراث السوري للموسيقى، تضم مجموعة الموسيقيين. فهاي الفرقة بقيادة نزي أسعد وبمرافقة أكثر من 8 مغنيين قدموا أغاني تغطي بعض الجغرافية السورية. ومن ثم قدمت فرقة المهرة عدد من اللوحات، يعني قدرنا نغطي أغلب الجغرافية السورية بهي الجزئين من العمل. يوم الثالث كمان فرقة آشتي للتراث الكردي كمان قدمت. نحن بنعرف يعني هي الثقافة الكردية جزء من الثقافة السورية، فقدمت بعض اللوحات اللي علاقة بالمهن، اللي علاقة بالحنة، حنة العروس، العلاقة يعني بتراث هذا الشعب العريق، الشعب السوري العريق. يعني كمان كان يوم الثاني عملنا يعني الأمسية كانت مشتركة بين فرقتين، فرقة كارني للتراث الأرمني وفرقة بارماي القادمة من قامشلي للتراث السرياني والعاشوري. طبعا بكل هاي الفرق كان في مغنيين، يعني نحن مثلا بالفرقة آشتي كان في خناف سعيد، كان في آلان مراد، كان في روستو رمضان، يعني حقيقة كان في الفنان ريبر وحيد كمان شاركنا هذا العام. والمغني الأرمني اللي شاركنا السنة كان هو هوفيك جربو كمان قادم من قامشلي. يعني قدرنا نعطي بهذا المهرجان صورة حقيقية للتراث السوري الحقيقي، للتراث السوري الملون. هذا التراث مثل ما قلنا أنه صعب أنه حدا يجي يتفرج عليه وما ينجذب له. ولذلك الحفلة الختامية بدار الأوبرا نحن جمعنا كل فرق الراقصة، يعني كان هي عبارة عن لوحة منسجمة، لوحة فيها تناسق، لوحة ملونة. يعني المشاهد هو قاعد عم ينتظر شو بده يطلع بعد هاي الفرقه. يعني تخيل تشويق تماما، يعني بيطلع العربي بفوت الكردي، بيطلع الكردي بفوت الارمني. حلو. بيطلع الارمني بفوت السرياني وهكذا. فكان في شيء، في يعني مثل ما قلتي حضرتك فيها تشويق وفيها الكثير من يعني الافكار الجميله. نعم. اليوم استاذ ادريس، يعني لحتى نحافظ على هالتراث الشعبي لازم يكون عندنا دعم لهدول الفرق. شو الدعم المطلوب برايك للفرق؟ دعم المطلوب انا برايي مهرجان قوس قزح لحاله ما بكفي كل سنه. يعني انا سبق وقلت على قناتكم الكريمه انه هاي الفرق مع بدايه الازمه كانت فرق نوعا ما ميته، يعني وقفت عن العمل تماما، لانه نحن بنعرف انه لها نوافذ محدوده حقيقه بالمسارح وبالمناسبات الاجتماعيه. فمع ظهور قوس قزح الاول والثاني رجعت هاي الفرق مثل الاول تتدرب. ويعني تخيل انه مثلا احدى الفرق تاسست لغايه قوس قزح اللي هي فرقه عشتي، فعطت مجال. بس انا برايي قوس قزح لحاله ما بكفي، بدا دعم اكبر من هيك. يعني انا برايي كل فرقه من هذه الفرق اول شيء بدا مكان، في منهم ما عندهم اماكن للتدريب، يعني ما عندهم اماكن، في منهم عندهم جمعيات كالجمعيه الشركسيه مثلا، ولكن نحن يعني يتطلب اماكن للتدريب، يتطلب انه اقل شيء يكون بالسنه عندهم 3 حفلات ليقدروا يعني يستمروا، يصير عندهم حافز للتدريب. زائد انه التراث الشعبي السوري اجمالا بده وقفه حقيقيه، بده وقفه حقيقيه. فالموضوع له علاقه بجهات معنيه، له علاقه فينا نحن كاشخاص نتعاون كلها لنقدر نحافظ على هذا التراث ونحافظ على هاي الفرق اللي بتمثل سوريا حقيقه. نعم.
أكيد يعني نحن بنتشكرك كثير وبنتمنى لكم التوفيق بمهرجان قوس قزح، وإن شاء الله هيك بيكون دائم يعني كل عام. 30 ثانية؟ تفضل. في 30 ثانية. كان طبعا تفضل. في أشخاص يعني ضروري نشكرهم بهذا المهرجان اللي تعاونوا معي، أستاذ أندريه معلولي مدير الأوبرا، وزير الثقافة دكتور لبنى دكتور لبنى قنطة مشوح، عفوا لبنى مشوح، كمان شركة أجنحة الشام للطيران اللي عم تتعاون معنا بشكل دائم في مسائل الطيران نقل. والنقل من قامش لدمشق والعكس. نعم نحن بدورنا ايضا نشكرك، بدنا نتمنى لكم التوفيق بهالمهرجان المستمر وان شاء الله بتألق دائم. يعني بدنا نشكرك استاذ ادريس، وان شاء الله هيك انت ضيفنا الدائم ومن اهل البيت. شكرا جزيلا، اهلا وسهلا فيك.